عليكم، مرحبا بكم في قناة عم خولة، وكنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقترح عليكم غريبة بالشجلان والقرفة، وكنتمنى تجربوها، راه كتجي زوينه. كنحتاجوا في المقادير، كاين عندنا الزبده، كاين عندنا كاس نتاع السكر الا كان كلاصي حسن، كاين كاس ونص نتاع الزيت، كاين 4 المعالق نتاع الشجلان محمرين، كاين قبيصه د الملح، معلقه صغيره نتاع القرفة واللوز للتزيين، كاين عندنا الدقيق، خميرة د الحلوى، وكاين عندنا فانيا. غادي نخدموا السكر مع الزبدة، غادي نزيدو الزيت شويه بشويه، قبيصة د الملح، معلقة نتاع القرفة، الجزلان، غادي نزيدو ألزا، خميرة، غادي نزيدو الدقيق وخميرة الحلوى. هذا هو الخليط ديال الغريبه ديالنا، غادي نشكلوها. غادي نشكلوها بهذه الطريقه ونديرهم متباعدين، بعد ما شكلناهم غادي نزينهم باللوز بهذه الطريقه. كنديروها بديال البيض، كندهنوها وكنديروها فوق الحلوه،
هذه الغريبة ديالنا غادي ندخلوها فران مسخن على درجة حرارة 180، غادي نديروها لتحت عاد كنديروها الفوق باش تشق.